سيدتي، رجعنا لك تاني وفقره مهمه جدا. اعتقد ان كل سيده او كل فتاه بتهتم جدا بالجمال، وخاصه بتهتم بالجمال الطبيعي وتحديدا الوجه، لان هو الوجه ده عنوان المراه. كالمعتاد فقره الجمال تحديدا الاهتمام بالجلد والعنايه به، دكتور منير ويليام استشاري جراحات التجميل. اهلا بك يا دكتور. صباح الخير. صباح الخير يا دكتور. موضوع مهم قوي اللي هو الوجه. الواحد بيحب يحافظ جدا على جمال الوجه وتحديدا بحاجات طبيعيه، لكن العدو الاساسي لاي مشكله في الوجه هو التجاعيد. تمام. انت ممكن تظهر التجاعيد، وعاده اسمع يا دكتور ان الاطفال بيبقى عندهم تجاعيد، الحديث الولاده تلاقي فيه تجاعيد كده او حاجات، فهل التجاعيد بتظهر مع السن ولا بتظهر امتى؟ ويعني تجاعيد يعني في الاول خالص. هو التجاعيد عباره عن ايه؟ في تغيرات بتحصل في خلايا الجلد، بمعنى ان مقدره الخلايا الدهنيه على الانقسام بتقل، مقدره الخلايا العصبيه على الانقسام بتقل، الخلايا العرقيه مقدرتها بتقل، بيحصل ترسيب للدهون، بيحصل تصلب للشرايين، المستقبلات الحسيه اللي في الجلد سواء كانت مستقبلات الالم، مستقبلات الضغط، مستقبلات الحراره، مستقبلات البروده، كلها بيبتدي الوظيفه بتاعتها بتقل. وبالتالي فهي دي التغيرات اللي بتحصل. فيرجع نقول ان التغيرات دي بتحصل مع التقدم في السن، لكن في عوامل. يعني ممكن بنلاقي بعض العائلات بتحصل التغيرات دي فيها مبكرا عند سن صغير. بعض العائلات بتوصل لسن كبير فوق الستين وتبقى البشره شديده جميله صبوحه ما فيهاش اي بالظبط. دي حاجه هو عامل وراثي. العامل الثاني عامل التغذيه. البشره دي عباره عن تركيبات اهمها فيتامين ا وفيتامين ج. فيتامين ا ده موجود في الخضروات الطازجه اللي احنا بناكلها، وزي ما بنقول كلما ازدادت الخضروات اخضرارا او احمرارا او اصفرارا كلما كانت نسبه البيتا كاروتين اعلى، كلما وبالتالي طبق السلطه مهم. الحاجه الثانيه الفاكهه الطازجه اللي فيها فيتامين ا. يعني اسلوب التغذيه ده مهم للبشره من البدايه. من البدايه ومن هنا بنحمل الام مسؤوليه البشره. بنحمل الام مسؤوليه ان ابنها ابتدى او بنتها يظهر فيها علامات الزمن، او ان ابنها او بنتها بشرتها صبوحه وابتدت تبقى موجوده. فمن هنا بنيجي بدور البيت، دور التغذيه، دور العوامل الوراثيه. ما تنسيش بقى الاجهاد، التعرض للكاميرات زي ما انت قاعده زي ما كلنا قاعدين، والاضاءه الشديده والكلام ده كله، كل دي عوامل بتدخل. التدخين الشديد، الإصابة المرضية. هل شرب المنبهات زي الشاي والقهوة والحاجات كتير، هل ده ممكن برضو بيأثر على التجاعيد أو زيادة سرعة ظهورها؟ هو كتير أو قليل بيؤثر على البشرة. يعني بمعنى أن طبعا دي كلها علامات بتدخل بتأثير مقدرة الخلايا على الانقسام، ترسيب الدهون، تكسيب الكوليسترول، تصلب الشرايين، كل دي حاجات بتيجي من التغذية بتاعتها. المنبهات بتساعد كتير جدا. أيضا الكحوليات بتساعد، بتسقط البشرة تماما بالنسبة عليها جدا. بيقول يا دكتور كمان ان البشرة الدهنية تبقى اكثر حظا من انواع البشرات الاخرى في انها تتعرض للتجاعيد اسرع، يعني البشرة الدهنية تعرضها للتجاعيد بتبقى اقل. اه بالظبط، انا اتفق معاك تماما. اجمل بشرة تستطيع ان تقاوم الزمن وعلاماته هي البشرة الدهنية. لان البشرات بنقسمها لست انواع، منها البشرة الدهنية، منها البشره الجافه، منها البشره المركبه ان نلاقي مقدمه الراس والانف دهنيه والخدين جافه، منها البشره الصبوحه، منها البشره الحساسه، منها البشره الملطخه. اجمل انواع البشره هي البشره الدهنيه. ليه؟ لان مقدرتها على الاحتفاظ بالماء اعلى، وبالتالي مقاومه الزمن اعلى. طيب احنا قلنا اسلوب التغذيه لازم يكون سليم من الصغر، اسلوب الحياه مثلا النوم بدري مثلا، السهر طبعا كتير ده غلط جدا على البشره، الاجهاد اللي اتعرض له في العمل. ده يخليني اسالك يا دكتور ازاي كمان اعتني ببشرتي، ابتدي من سن كام؟ سن 20 مثلا اهتمام بالبشره؟ وهل الكريمات اللي بتتحط مثلا كريم حتى في يعني في المنتجات الغاليه جدا بيقول لك ده نهار وده ليل ويبقى في كده وصفه او ارشادات، الحاجات دي فعلا لها مفعول يا دكتور ولا هي كريمات بتتحط وبيدي لك فيها فلوس وخلاص؟ يمكن هتخليني اقول معلومه هامه جدا للمشاهد بتاعنا، اللي هي مفيش فرق بين كريم ثمنه غالي جدا وكريم رخيص جدا الا حاجه واحده، هي مقدره هذا الكريم على جعل الخلايا تحتفظ بالماء داخلها. فما اجيش اقول الكريم ده غالي جدا والكريم ده قليل، سيبك من ان بحط ده عليه فراوله وده بحط عليه موز وده احط عليه مش عارف، لا الكلام ده كله كولاجين مش كولاجين، كل الكلام ده انسيه. احنا طبيا الفيصل ايه هنا؟ الفيصل مقدره هذا الكريم على جعل الخلايا تحتفظ بالماء. فهو اللي بيفرق بين كريم غالي جدا وكريم رخيص جدا. ندخل في الحاجه الثانيه. طب قبل ما ندخل ناخد اتصال. ام علي. ايوه يا ام علي. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا صباح الخير. بقول لحضرتك انا دلوقتي
عندي يعني ولدت 3 مرات سيزارين، بس من اول ولاده بالنسبه لي وحصل لي الستريتش ماركس في بطني. وطبعا كان سني صغير، يعني كنت دايما اسمع الدكاتره يقولوا سنهم صغير ما بيتاثروش، كان عندي 20 سنه اما ولدت اول بيبي ودلوقتي 27. بس المشكله دلوقتي ان انا عملت رياضه وعملت دايت، انا وزني كويس جدا 62 وطولي 160، بس المشكله دلوقتي الترهلات في البطن ما اتعالجتش ولا بالرياضه ولا بدايت، وانا بصراحه طبعا مش عايزه اعمل عمليات، ففيش حل تاني ومضايقاني طبعا شكلها جدا. يعني في اي سؤال تاني يا ام علي؟ لا ميرسي خالص، منور يا دكتور والله. شكرا يا ام علي. الاسترتش ماركس هي اتكلمت في نقطتين، نقطه الاسترتش ماركس ونقطه الترهلات. نقطة مختلفة دي غير دي. نقطة الاستريتش مارك دي عبارة عن ايه؟ ان في الجلد خلايا الاستيكية. الياف الاستيك تتشد زي الاستيك وترجع في مكانها تاني. هذه الخلايا الاستيك اللي حصل ان لما تكونت في الماتش تحولت الى خلايا متليفة زي الدبارة فايبروتيك. فصعب جدا ان انا ارجع هذه الدبارة او الخلايا الفايبروتيك الى خلايا الاستيك. فهنا الاستريتش مارك تكونت لا حل، لابد انها هتفضل موجوده على طول. بس احنا كدورنا في جراحات التجميل بنعمل حاجتين. الحاجه الاولانيه ان احنا بنحاول نخلي اللون مقارب للون الجلد، وبالتالي تبدا هذه العلامات تختفي. الحاجه الثانيه في دور الحقيقه بيلعبوا نوع معين من انواع الليزر قدر يتعامل مع هذا الاستريتش ماركس، بس مش بيخفيها تماما ولكن بيساعد اللي انا بقوله ان هو بيحاول. لا الاستريتش ماركس ما لهاش عمليات، لا تفشل، انما ممكن كل عمليه لو الاستريتش ماركس موجوده في البطن وفي ترهل في البطن فبنشد الجلد فبيتم استئصال جزء من الجلد في هذه الاستريتش ماركس. لكن زي ما بقول لك الهدف الاساسي في الاستريتش ماركس ان انا احاول اخلي لون الجلد مقارب للون الطبيعي وبالتالي تكاد تختفي، لكن تختفي تماما لا. الحاجه الثانيه الترهلات، هي بتقول انا عملت رياضه وعملت ريجيم ولدت 3 مرات ومفيش فايده لان الترهل موجود. فترهلات الجلد هي الحقيقه بدات الرياضه متاخره، هي خلفت وقعدت لغايه. طب يا دكتور يعني اتجنب موضوع الترهلات دي بعد الولاده على طول؟ مجرد ولاده، مجرد ما الست بتكمل 10 ايام تبتدي الاسلوب الرياضي بتاعها الموجود، وهو ما فيش غير تدريبين سهلين جدا بصرف النظر عن اي حاجه، يا بتثبت القدمين وتتني الوسط يا بتثبت الوسط وتتني القدمين. لما تقدر تعمل الكلام ده 10 دقائق كل يوم الصبح 10 دقائق بالليل انتهت المشكله، ما بقاش في ترهلات. حزام، انا موافق على الحزام. لا 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 لا، وده كلام مظبوط جدا اذا كان في تثبيت للحزام في اول 40 يوم، لان اول 40 يوم الرحم متمدد. حتى لو قيصر يا دكتور الرحم متمدد، الطفل كبير فالرحم بيرجع يحصل له ريمولدنج عشان يرجع للحجم الطبيعي بياخد هذه الفتره. فاذا انا ساعدته من الخارج، الرحم طول ما هو متمدد ضاغط قدام على جدار البطن، وبالتالي اذا كنت انا بساعده بحزام فطبعا انا بساعده على انه بيرجع، حتى لو كان قيصري ايا يكون، لان الرحم وصل لحجم الولاده اللي هو 9 اشهر، انا عايز ارجعه للحجم الطبيعي. فاذا كان في حزام انا بساعده انه يرجع، طبعا مفيش مشكله. لكن اذا وصلت للمرحله اللي هي قالت لها، هي مجبره ان هي تدخل لو كان حجم الترهل كبير، ان هي تدخل في العمليه اللي هي الثلاثيه، عمليه ايه اللي هي بقوي عضلات البطن اللي سقطت البطن دي حاجه، بشفط الدهون من جدار البطن دي حاجه ثانيه، بشد الجلد المترهل دي حاجه ثالثه، والثلاثه بتعملوا في وقت واحد. طيب معانا رد يا دكتور، معلش شيماء. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. لو سمحتي عايزه اتكلم الدكتور. اتفضلي يا شيماء. دكتور منير معايا. بقول لحضرتك يا دكتور، اولا بشكر حضرتك جدا. تاني حاجه بقول لحضرتك ان انا عندي طفله اللي انا كنت اتكلمت حضرتك عليها، اللي هي مولوده بعد 5 ايام ظهر عندها بقع بنيه. البقع دي زادت وبدات تظهر في الظهر ودلوقتي في الدماغ تحت الشعر. بقع بنيه في كل الجسم بتقولي؟ كان عندها 5 ايام بدات تظهر من اول 5 ايام. ايام ظهرت البقع، وبعدين بقوا 2 وبعدين بقوا 3. ايوه. وكل مدى بيزيدوا. وموجوده في الوجه بس ولا في كل الجسم؟ منطقه الظهر فيها. ايوه. وفي في الفخذين، في الفخاد، في الرجلين، وفي المنطقه. هي عندها كام سنه؟ عندها كام شهر؟ عمرها قد ايه؟ عندها دلوقتي 6 شهور. 6 شهور. تمام. ودلوقتي ظهر في الدماغ يا دكتور، وفي منطقه الجبين. كويس. الجبهه فيها وعندي العقل كده في واحده. طب شيماء انت اديتيها اي علاج؟ لا يا دكتور، ده مرض وراثي. دي بدايه، دي اول حمل ليكي ولا في حمل؟ اول حمل ليا. وفي الحوض المرصود قال لي ان اي طفل هجيبه بالشكل ده. طيب. كنت عايزه استفسر من حضرتك برضه. دي الحقيقه دي. طب وسؤال كمان، اتفضلي. الوقت كانت موجوده بشعر كثيف جدا، الوقت بقع بطريقه يعني بطريقه صعبه لدرجه ان خلاص ما عادش فيه شعر. لا لا ماشي. حاضر يا شيماء، هرد عليك. هي البدايه النقط البني اللي موجوده في الجسم اللي هي بتبقى منتشره، بنسميها احنا طبيا ما يسمى بكافي اولي باتشز، بتبقى نقط بني منتشره في الجسم كحبوب القهوه.
وهذه الكافيه اوليو باتشز ليها كذا ديفرنشال دايجنوستس، كذا سبب متوقع. معظمه بيتلخص بيروح ناحيه الكليه، ناحيه الكلى، فدي محتاجه انها تعمل تحاليل معينه، وبالذات ان هي كشفت عند قبل كده في مركز من المراكز وقال لها ان دي حاله من الحالات الوراثيه المتكرره. لكن الحقيقه الحالات دي سهل جدا انها بتاخد علاج، سهل جدا لما توصل لسن معين لغايه سن 10 سنين بالليزر، وسهل تختفي تماما هذه البقع بشرط ان باقي الجسم كل الوظائف الموجوده وظائف مظبوطه. طب موضوع الشعر يا دكتور؟ الشعر لا، تنسى الموضوع بتاع الشعر. البنت طبعا بالعكس، ده انا بنصحها بقول لها ان كل ما كان البيبي شعره خفيف وهو صغير كل ما كان تقيل لما يكبر، والعكس بيحصل في معظم الحالات. في معظم الحالات، لان التغيرات الهرمونيه بتاعه جسم الطفله دي لما تكبر عند سن 10 سنين وتوصل لمرحله البلوغ كده تبتدي تبقى الشعر الطبيعي بالانواع الطبيعيه بتاعتها. فانا ما بقلقلهاش من ناحيه الشعر، وما بقلقلهاش برضو من ناحيه النقط البني المنتشره في كل الجسم، ما تقلقش، لان الحالات دي من السهل جدا انها تعالج بالليزر بشرط ان كل تحليل جسمها تكون سليمه، تطمن لو المساله مساله بقع بس دي حاله مقدور عليها. طيب هنكمل كلامنا مع دكتور منير ويليام عن تجاعيد الوجه، لكن بعد الفاصل. رجعنا لكم تاني، واحنا كنا بنتكلم عن وقفنا دكتور تحديدا عن كلام عن تجاعيد الوجه اللي هو الكريمات، والناس بتشتري حاجات غاليه او رخيصه حسب، لكن قلنا الفيصل هنا القدره على وجود ميه، على مقدره هذا الكريم ان تخلي الخلايا تحتفظ بالميه. الحاجه الثانيه الدي والنايت، المساله بتاعت الصباح والمساء. الحقيقه يعني مساله الصباح والمساء الفرق بينهم عباره عن وجود عازل للشمس او عدم وجود عازل للشمس. انا متحفظ هنا في النقطه دي. الحقيقه السيدات اللي بيكسروا من استخدام عوازل الشمس او الكريمات بتاعه الدي مشكله كبيره جدا. ليه؟ دي من الحالات اللي بتساعد، هي بتهيئ لها ان هي بهذه الطريقه بترجع الوش وبتشده. بالعكس انا عايز اقول لها ان الكريمات دي بتزيد من تجاعيد الوجه. ليه؟ لان انا بمنع الشمس، لما بمنع الشمس انا بمنع الالترا فايلوت بتاع الشمس، حاجات طبيعيه، بمنع فيتامين د انه يتكون، بمنع كبر العظام والحاجات دي كلها وتكوين العظام والكلام ده كلها، يبقى انا باسرع من اظهار علامات الزمن بالنسبه لها. فانا مش متفق تماما على كثره استخدام الكريمات اللي هي الصباح والمساء والكلام ده كله. يمكن كريم المساء بيساعد الى حد ما لعدم وجود عوازل الشمس، ولكن اذا اضيف اليه بعض المواد اللي هي بتقشر بطريقه معينه برضه بيبقى مشكله. فالحقيقه يعني لازم نتحفظ، ما نكسرش من استخدام هذه الكريمات. وزي ما بقول لك المساله مش كريم غالي او كريم رخيص، انما مقدره هذا الكريم، كل كريم اللي يناسب بشرتك غير اللي يناسب بشرتي وهكذا. طب الدكتور لما اجي اشتري من اي محل بتاع كوزماتيك، يعني محلات اللي هي زي المحلات الكبيره معروفه دي بتبيع المنتجات دي، هل استشير طبيب الاول بعد كده اروح اشتري، ولا اعمل ايه، ولا اعتمد على الموجود في المحل؟ الحقيقه بدايه بستشير طبيب. الحاجه الثانيه ان انا بعمل الاختبار اللي دايما بقوله في اي كريمات نتعامل فيها مع البشره، اللي هو انا بحط هذا الكريم في مكان خافي من جسمي واسيبه لمده يوم يومين. اذا ابتدى يعمل حمار او حكه او هرش شديد او بعض البثور او بعض الحويصلات، فده لا يناسبني حتى لو كان ثمنه غالي جدا، ما ينفعنيش. لكن اذا كان هذا الكريم بيمشي سموث، وعلى فكره انا بقول برضو حاجه ثانيه، بتجيلك شكوى وتقول لك ان ايه، انا بستخدم الكريم ده دايما وفجاه هذا الكريم ابتدى يعمل لي اعراض، انا بستخدم الكريم ده على طول على طول، ولكن الكريم ده بعد خمس سنين، ليه خمس سنين بستخدمه لكن دلوقتي استخدمته لقيت فيه مشكله، او انا بستخدم الصبغه دي اكتر من 10 سنين والمره دي لما استخدمتها ابتدت تعمل لي مشاكل وبقى في ارتكاره في جسمي وحكه والتهاب وبقع وكلام ده كده. عايز اقول ان في كل مره استخدم الكريم لو انا خايف جدا على بشرتي لازم اعمل له الاختبار مع جسمي انا، حتى لو كنت باظب عليه، ما احاولش اهين بشرتي، حافظ عليها اكتر قدر قد ممكن. طيب معانا اتصال الاول بعد كده نكمل كلامنا. امل، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله يا امل. من فضلك يا دكتور. اي امل، من فضلك يا دكتور ليه سؤالين. اول سؤال، عندي ابني كان واقع على حرف البانيو كده تحت عينيه، فعملت طبعا زرق وحمار كده فظيع قوي، حطينا كريمات وكده وخفت وراح بقى ده، بس طبعا فاضل علامتها لونها بني. ايوه في بقع تحت العين على طول كده، وشكلها طبعا بشع قوي. فقال كده الدكتور، قال لا هي هتروح لوحدها. بقى لها قد ايه يا امل؟ سالها حوالي 6 شهور دلوقتي. 6 شهور؟ وطبعا لما بيكون مرهق او صاحي من النوم او كده بيبقى لونها اغمق قوي. وعنده كام سنه؟ عنده كام سنه؟ عنده 21 سنه. طب حاجه ثانيه؟ في حاجه ثانيه؟
والسؤال الثاني يا دكتور، هل الكريمات اللي بنسمع عنها دي اللي هي بتشد ترهلات الثدي فعلا بتجيب نتيجه، ولا الترهلات دي لازمها جراحه؟ ترهلات وهل الجراحه بتاعتها بتاخد وقت طويل في المستشفى يعني، ولا الواحد ممكن يطلع على طول؟ حاضر حاضر يا ام. حاضر يا امل. طب مع اخر اتصال يا دكتور كان جاوب يا ام محمد من لندن. ام محمد، يا ام محمد. الو. ايوه دكتور منير معاكي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. معجبه بالبرنامج بتاعكم، وانا اشكر هذا الدكتور اللي بيحكي عن حاجات تحت السيده وكده يعني. شكرا ام محمد. بحكي بسأل الدكتور بحكاية انه هذا وشي مع الحمل كده عندي كلف في هذا في جمع عيون يعني بعد ما وضحت، فما عارف هذا كريم هو بس هو بهدي لكن ما شايف اي نتيجة يعني. يا ريت الدكتور يعني يديني حاجة مفيدة يعني. اوكي شكرا يا ام محمد. دكتور نبدا بالكلف الاحفادي دي جدا. بالنسبه للكلف دي النصيحه الاساسيه اساسا بتكون بعد التركيبات، وفي بعض الاحيان بنحتاج للليزر بيختفي تماما. بالنسبه للاخت اللي كانت بتستخدم كريمات لرفع الثدين فده كلام مش مظبوط تماما وليس له اساس علمي على الاطلاق. برغم ان في اعلانات كتير يا دكتور. لا معلش احنا بنتكلم كلام مظبوط، وبرده في اجهزه بيقول لك ان هي الجهاز يتحط على الثدي بيبقى رافع زي رافع الثديين، وهذا الجهاز بيكون تحت ضغط انا بقول من 15 ل 20 ملم زئبق 13 ساعه في اليوم لمده 10 اسابيع. مين السيده اللي تقدر تحط هذا الجهاز؟ وبعدين بيديني تحسن حوالي 60%، بيديني تكبير للحجم من مثل نفس الحجم. عشان كده احنا بنقول ان الحقيقه استخدام هذه الاجهزه، استخدام هذه الكريمات ملوش اساس علمي بالنسبه لنا، انما الاساس العلمي بيكون جراحات طبيه. الجراحات بتعتمد على نقطتين اساسيتين، النقطه الاولانيه الاحساس اللي موجود في الثدي، النقطه الثانيه الرضاعه بالنسبه للام. فاذا كان في عمليات التجميل كلها بتقدر تتقدم بطريقه معينه بحيث احافظ على النقطتين دول من ناحيه الاحساس ومن ناحيه الرضاعه بجرح تجميلي مش باين. بالنسبه للوجود في المستشفى دي عمليات تجميل معظمها بتحصل في نفس اليوم وبتخلص في نفس اليوم. المره الجايه يا دكتور باذن الله. خلاص معلش يا دكتور وقتنا خلص، بس احنا عايزين نتكلم برضو عن موضوع تجاعيد الوجه، هنكمله ازاي احنا نحافظ على الوجه ممكن بالجراحات او بالادويه او بالعلاج بالادويه. طيب بشكر دكتور منير ويليام استشاري جراحه التجميل، وحضرتكم دلوقتي مع فقره مهمه جدا. اعتقد دكتور الرياضه مهمه للوجه صح؟ تماما بتشيد او بتساعد على تاخرها شويه، بتساعد كثير. طيب فما بعد نشوف جيم وشويه رياضه كده عشان يكون في حيويه ومدارة مش بس في وشنا في كل جسمنا. شوفوا نرجع لكم على طول. النهارده